والله ما يحتاج تحركه، لو دخل اصبعك كان احسن. ليه؟ لان انت سكر. والله؟ ايه. لا يا هذا اللي ما يمتي. اسمعني زين يا احمد، الحركتين اللي بعلمك اياهم ما تستخدمهم الا اذا بتدافع عن عرضك وشرفك. ان شاء الله. الحركه الاولى حاول تضربني بوكس، اضرب. هذه الحركه الاولى، وعقب ما تصد البوكس تهجم البوكس. توعدني يا احمد هالحركتين ما تستخدمهم الا وقت الضروره. وعد كابتن. الحركة الثانية هلا ابو محمد.